عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما نافعا يا كريم، آمين آمين. وبعد، فهذا هو الدرس 84 من سلسلة دروس كتاب الهداية، شرح بداية المبتدي لمولانا شيخ الإسلام برهان الدين علي بن أبي بكر الفرغاني المرغناني رحمه الله تعالى ونفعنا به، آمين آمين. وصلنا إلى قوله رحمه الله: ومن جاوز الوقت، يعني الميقات، فأحرم بعمرة وأفسدها، مضى فيها وقضاها. من جاوز الميقات فأحرم بعمرة، يعني كان إحرامه للعمرة بعد الميقات، بعد أن جاوز الميقات، فأحرم بها ثم أفسدها، ثم أفسدها، قال: مضى فيها وقضاها، لأن الإحرام يقع لازما. الإحرام يقع لازما. ماذا يعني الإحرام يقع لازما؟ يعني الإنسان إذا أحرم لا يجوز له الخروج من الإحرام بعد أن شرع فيه إلا بأداء النسك كاملا. هذا معنى إيش؟ الإحرام يقع لازما، يعني إن شرع إن أحرم لا يجوز له الخروج من الإحرام إلا بعد أن يأتي بأفعال النسك كاملة. قال: فصار كما إذا أفسد الحج، فإنه كذلك يمضي بفاسد الحج ولا يخرج منه. قال: وليس عليه دم لترك الإحرام من الميقات. طبعا الشيخ هنا قال: ومن جاوز المقت الوقت فأحرم بعمرة وأفسدها. قال العلماء شراح الهداية: طبعا الحكم نفسه لو جاوز الميقات فأحرم بحجة فأفسدها، نفس الحكم أفسد هذا الحج. قال: يمضي كذلك في الحج الفاسد، يمضي به ويقضيه كذلك. قال: وعلى قياس قول زفر رحمه الله: لا يسقط الدم عنه. قال: وهو نظير الاختلاف في فائت الحج، من فاته الحج إذا جاوز الوقت بغير إحرام. يعني إنسان جاوز الميقات بدون إحرام، أحرم ولكن بعد أن جاوز الميقات، وبعد ذلك وهو قبل عرفات مثلا، قبل الوقوف في يوم عرفة، حصل معه مانع منعه من الوقوف بعرفة، ففاته الحج. قال: وهو نظير الاختلاف في فائت الحج إذا جاوز الوقت بغير إحرام، وفي من جاوز الوقت، وكذلك نظير الاختلاف في من جاوز الميقات بغير إحرام وأحرم بالحج ثم أفسد حجته. هو الإمام زفار يعتبر المجاوزة هذه بغيرها من المحظورات، يعني تجاوز الميقات. يعني لو أن إنسان مثلا، وهذا ذكرناه في درس سابق، إنسان مثلا أفسد حجه ثم أتى بعد ذلك بمحظور من محظورات الإحرام، ما الحكم؟ وجب عليه الجزاء، وإن كان حجه الآن فاسدا.
فيجب عليه الجزاء. فالإمام زفر رحمه الله قال يعتبر المجاوزة مجاوزة الميقات بغير إحرام بغيرها من المحظورات، فكما أنه لو أتى بمحظور من محظورات الإحرام قبل أن يفسد حجه، أتى بمحظور من محظور يعني إنسان مثلا أحرم للحج قبل الميقات وتجاوز الميقات وطاف إلى غير ذلك وهو محرم قبل الوقوف بعرفة، وهو محرم جامع زوجته قبل أن يجامع زوجته، قبل أن يجامع زوجته طيب عضوا كاملا، ما الحكم؟ يجب عليه الجزاء. فإذا بعد ذلك جامع زوجته فسد حجه، فلما الآن فسد حجه هل يسقط عنه الجزاء؟ قال لا يسقط عنه الجزاء. وكذلك هنا الآن لما جاوز الميقات بدون إحرام قد أتى بمحظور من المحظورات، كما أن المحظور الذي حصل قبل إفساد الحج لا يسقط بإفساد الحج، كذلك هذا المحظور الذي يتجاوز الميقات بدون إحرام ويوجب الدم لا يسقط كذلك بإفساد الحج أو إفساد العمرة. هذا هو الحكم عند الإمام زفر. إذن قال هو يعتبر المجاوزة يعني قيس مجاوزة الميقات بغير إحرام، يقيسها على باقي المحظورات فيما لو وقعت قبل إفساد الحج ثم أفسد الحج فإنها لا تسقط. قال ولنا أنه يصير قاضيا عندما نقول له الآن يلزمك قضاء الحج، قال يصير قاضيا حق الميقات، يعني نحن نتفق معك أنه لو أتى بمحظور من محظورات الحج قبل أن يفسد الحج وأفسد الحج أن هذا الإفساد لا يسقط الجزاء والدم لا يسقطه، ولكن الآن المسألة مختلفة. كيف؟ قال لو عندنا أنه يصير قاضيا حق الميقات، لما يقضي الحج الآن في العام القادم يصير قاضيا حق الميقات بالإحرام منه في القضاء، وهو يحكي الفائت، يعني هو يشابه يماثل الحج الفائت، من فاته الحج. قال ولا ينعدم به غيره من المحظورات، ولا ينعدم به بفوات الحج غيره من المحظورات، تبقى المحظورات قائمة. فوضح الفرق يعني بين القضاء والفائت، القضاء والفائت. قال وإذا خرج المكي يريد الحج فأحرم، وإذا خرج المكي يريد الحج فأحرم ولم يعد إلى الحرم ووقف بعرفة فعليه شاة. إذا خرج المكي يريد الحج فأحرم ولم يعد إلى الحرم ووقف بعرفة فعليه شاة، يعني إنسان مكي خرج إلى خارج الحرم ثم أحرم، أو يقول خرج المكي يريد الحج بعد أن خرج من الحرم أحرم خارج الحرم وتوجه مباشرة إلى عرفات، ما الحكم؟ وجب عليه دم. ليه؟ لأن ميقات المكي ما هو؟ الحرم. فصار نظيره كمن أحرم بعد الميقات أو قبل الميقات ولم يمر من الميقات أو بعد الميقات وبعد الميقات. إذن المكي إذا خرج من الحرم غادر الحرم يريد الحج، فبعد أن جاوز الحرم خرج من الحرم أحرم، فصار كمن جاوز الميقات فأحرم. ما الحكم إذا إنسان جاوز الميقات وأحرم؟ قلنا في الدرس السابق
إن عاد قبل أن يستلم قبل أن يطوف، إن عاد قبل أن يستلم الحجر، إن عاد سقط عنه الدم، إن لم يعود لم يسقط عنه الدم. وكذلك المكي إن خرج من الحرم وأحرم وتوجه بعد ذلك إلى عرفات، إن لم يعد إلى مكة وجب عليه شاة. ليه؟ قال لأن وقته الحرم وقد جاوزه بغير إحرام. فإن عاد إلى الحرم ولبى أو لم يلبي فهو على الاختلاف الذي ذكرناه في الآفاق، يعني في الدرس الماضي إن كنتم تذكرونه. قال والمتمتع إذا فرغ من عمرته، المتمتع الآن إذا فرغ من عمرته ثم خرج من الحرم، أن معلوم لديكم المتمتع عندما يأتي بالعمرة ويتحلل يصير مكيا، يصير مكيا في اليوم الثامن يحرم للحج من الحرم. والمتمتع إذا فرغ من عمرته ثم خرج من الحرم فأحرم يعني خارج الحرم ووقف بعرفة، قال فعليه دم، عليه دم آخر غير دم التمتع، لأنه لما دخل مكة وأتى بأفعال العمرة صار بمنزلة المكي، وإحرام المكي من الحرم لما ذكرنا، فيلزمه الدم بتأخيره عنه، بتأخير الإحرام عن الميقات، وهذا دم عقوبة وليس دم شكر، دم عقوبة فلا يأكل منه، أما دم التمتع دم شكر يأكل منه. قال فإن رجع يعني المتمتع، فإن رجع إلى الحرام فأهل فيه في الحرام قبل أن يقف بعرفة فلا شيء عليه، وهو على الخلاف الذي تقدم في الآفاق. قال باب إضافة الإحرام إلى الإحرام، باب إضافة الإحرام إلى الإحرام. قبل أن نشرع في البحث الآن لابد أن نعرف أمرا، وهو أن إضافة الإحرام إلى الإحرام، إضافة إدخال يعني إدخال الإحرام على الإحرام في حق المكي ومن في معناه يعني الذين هم يكونون في الميقات، هو جناية توجب الدم. إدخال الإحرام على الإحرام يعني هو مثلا أحرم بعمرة، أحرم بعمرة وقبل أن يتحلل منها أدخل عليها إحرام الحج، أحرم للحج وهو مكي، وهو مكي، ما الحكم؟ وجب عليه الدم، وجب عليه الدم، وسيأتي تفصيل الكلام. وكذلك إضافة إحرام العمرة، إضافة إحرام العمرة إلى إحرام الحج كذلك يوجب الدم في حق الآفاق. إضافة إدخال إحرام العمرة على إحرام الحج، إدخال إحرام العمرة على إحرام الحج يوجب الدم في حق الآفاق. قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى إذا أحرم المكي، إذا أحرم المكي بعمرة وطاف لها شوطا، شوطا واحدا أو شوطين أو ثلاثة، يعني وطاف لها أقل الأشواط واحد أو اثنين أو ثلاثة، إذا أحرم المكي بعمرة وطاف لها أقل أشواطها ثم أحرم بالحج، يعني قبل أن يتحلل وقد طاف لها أقل أشواطها أحرم بالحج، أحرم بالحج يعني أدخل إحرام الحج على إحرام العمرة، من فعل ذلك؟ المكي. قال فإنه يرفض الحج، فإنه يعني هذا المكي الذي أدخل إحرام الحج على إحرام العمرة بعد أن أتى بعد أن طاف أقل أشواطها، قال فإنه يرفض الحج، يرفض الحج يعني يخرج يعني لا يأتي بأفعال الحج، لا يأتي بأفعال الحج، ينوي رفض الحج.
وعليه لرفضه لرفض الحج دم، وعليه دم، نعم، وعليه، انتبه، وعليه قضاء، يجب عليه أن يقضي حجة وعمرة، ويجب عليه أن يقضي حجة وعمرة، نعم. إذن هنا المذكور في المسألة المكي، المذكور في المسألة المكي، نعم. خرج بالمكي من؟ الآفاقي. خرج بالمكي الآفاقي، فالآفاقي إذا أهل بعمرة أولا، الآفاقي إذا أهل بعمرة وطاف لها أقل الأشواط، وطاف لها أقل الأشواط، ثم أهل بالحج، أضاف الإحرام الحج إلى إحرام العمرة، ماذا يفعل؟ يمضي فيهما، يمضي بالعمرة، يمضي بالعمرة وبالحج، ولا يرفض الحج. ليه؟ لأن الجمع بين العمرة والحج مشروع في حق الآفاقي، أما المكي الجمع بين العمرة والحج غير مشروع، فلذلك يرفض الحج، يرفض الحج، نعم. ولنتبه كذلك، وماذا قال؟ قال إذا أحرم المكي بعمرة خرج ما لو أحرم المكي بالحج، يعني هذا الكلام يخرج أمرين، المكي يخرج الآفاقي، وبالعمرة يخرج لو أنه أحرم بالحج، أحرم بالحج، أهل بالحج، فبعد ذلك طاف أقل أشواط الحج، طاف أقل أشواط الحج، ثم أدخل على الحج العمرة، أدخل على الحج العمرة، ما الحكم؟ يرفض العمرة ولا يرفض الحج؟ يرفض العمرة. ليه؟ قال لأن إحرامه للحج قد تأكد بالطواف، قد تأكد بالطواف، نعم. الله. حتى ولو لم يتأكد طوافه بمجرد ما أحرم بالحج المكي، إذا أدخل عليها العمرة يرفض العمرة. ليه؟ لأن الحج أقوى من العمرة، الحج كيف؟ ما يرفض الحج، الحج لا يرفضه، لا يرفض. المكي قال إذا أحرم المكي بعمرة وطاف لها أحرم بالحج، يرفض الحج؟ يتابع العمرة، لا، يتابع العمرة، يرفض الحج فقط ويتابع العمرة، يرفض الحج ويتابع العمرة. ولكن لما رفض الحج الآن وجب عليه في العام القادم أن يقضي حجا وعمرة، يقضي حجة أو عمرة، أو يتابع العمرة الآن. هو بأصل هو الآن مكي، والمكي لا يشرع في حقه أن يأتي في أشهر الحج بعمرة وحج، غير مشروع في حقه التمتع يعني، ولا القران، ومر معنا هذا. وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله رفض العمرة أحب إلينا مطلقا، يعني في المسألة إذا أحرم المكي بعمرة وطاف لها شوطا ثم أحرم بالحج فإنه يرفض الحج، وعليه لرفضه دم، وعليه حجة وعمرة. قال الصاحبان رفض العمرة أحب إلينا وقضاؤها، يعني ويقضي العمرة بعد أن رفضها، وعليه دم، وعليه دم. ليه؟ قال لأنه لا بد من رفض أحدهما، لا بد أن يرفض إما الحج وإما العمرة، وإما العمرة، نعم، لأن الجمع بينهما بين الحج والعمرة في حق المكي غير مشروع، غير مشروع، فكان لابد من رفض الحج أو العمرة كي لا يستمر، كي لا يستمر، أو كي لا يستمر في أمر غير مشروع، لابد من رفض واحد من الاثنين كي لا يستمر في أمر غير مشروع. قال والعمرة أولى بالرفض. ليه؟ قال لأنها أدنى حالا، أقل رتبة من الحج. كيف؟ لأن العمرة عندنا سنة والحج فرض. قال لأنها أدنى حالا،
وأقل أعمالا، وكذلك أعمال العمرة أقل من أعمال الحج، لأن يعني أعمال العمرة كما مر معنا الطواف والسعي، وأيسر قضاء، وكذلك قضاء العمرة أيسر من قضاء الحج لكونها غير مؤقتة. إذا هناك ثلاث مرجحات لكون رفض العمرة أفضل وأحب من رفض الحج. لما قال الصاحبان رفض العمرة أحب إلينا، يعني لو رفض الحج ما في مشكلة، ولكن الأفضل أن يرفض العمرة. ليه؟ لهذه الأمور الثلاثة. قال وكذا إذا أحرم بالعمرة ثم بالحج، يعني وكذا رفض العمرة أولى من رفض الحج، فيما لو أنه أحرم بالعمرة أولا ثم بالحج ثانيا ولم يأتي بشيء من أفعال العمرة. لما قلنا يعني لما قال من أن العمرة أدنى حالا وأقل أعمالا وأيسر عفوا وأقل أعمالا وأيسر قضاء. قال فإن طاف للعمرة، الآن عرفنا الخلاف بين سيد أبي حنيفة رحمه الله وبين الصاحبين، هما يفضلان ولا يلزمان، يفضلان رفض العمرة. سيد أبو حنيفة رحمه الله قال لا، يرفض الحج ولا يرفض العمرة، يعني يرفض الحج وجوبا ولا يرفض العمرة. قال فإن طاف للعمرة أربعة أشواط، يعني طاف للعمرة أكثر أشواطها. الصورة السابقة ما هي؟ طاف في العمرة أقل الأشواط. سيد أبو حنيفة قال يرفض الحجة، الصاحبان قال لا، الأفضل أن يرفض العمرة. الآن نفس المسألة، ولكنه طاف للعمرة أربعة أشواط، يعني أتى بأكثرها، وللأكثر حكم الكل. لو طاف أربعة أشواط كأنه أتى بالعمرة كلها. قال فإن طاف للعمرة أربعة أشواط ثم أحرم بالحج قال رفض الحج بلا خلاف، الاتفاق بين سيد أبي حنيفة رحمه الله وبين الصاحبين. لما رفض الحج بلا خلاف؟ قال لأن للأكثر حكم الكل. انتبه، الآن سيأتي الآن خلاف، لأن للأكثر حكم الكل، يعني عندما يأتي بالأكثر يقوم مقام وجود الكل، وبالتالي إذا أتى بالأقل يقوم مقام انعدام الكل. إذا أتى بالأكثر يقوم مقام وجود الكل، وإذا أتى بالأقل يقوم بمقام انعدام الكل، كأنه ما أتى بالشيء. يعني هذه الآن هذا التناسب سنحتاج إليه الآن، أعيد فأكرر، إذا أتى بالأكثر الإتيان بالأكثر يقوم مقام وجود الكل، والإتيان بالأقل يقوم مقام انعدام الكل. قال لأن للأكثر حكم الكل فتعذر رفض العمرة أنه أتى بأربعة أشواط، كما إذا فرغ منها، يعني كما يتعذر رفض العمرة إذا فرغ من العمرة، وكذلك إذا أتى بأكثر أركانها يتعذر رفضها، لأنه إذا أتى بالأكثر كأنه أتى بالكل. انتبه علي. الآن قلنا قبل قليل إذا أتى بالأكثر، انتبهوا علي أحبابي لهذه المسألة الآن لكي نعرف المسألة الآتية كيف يكون فهمها الصحيح. إذا أتى بالأكثر الإتيان بالأكثر يقوم مقام الإتيان، يعني كأنه أتى بالكل، وإذا أتى بالأقل الإتيان بالأقل يقوم مقام انعدام الكل، يعني كأنه لم يأتي به. فلما اعتمد
سيدي أبو حنيفة رحمه الله هذه القاعدة، إذا أتى بالأكثر، إذا أتى بالأكثر كأنه أتى بكل الفعل، فيقابله كما قلت، كما قلت الآن، لو أنه أتى بالأقل يعني كأنه لم يأتي بشيء. طيب كيف قال سيدي أبو حنيفة رحمه الله إذا أحرم المكي وأتى بأقل الأشواط انتبه بأقل الأشواط وأتى بعد ذلك أدخل إحرام الحج؟ قال يرفض الحج. كان ينبغي أن يقول يرفض العمرة لأنه أتى بأقل أشواطها فكأنها معدومة، كأنها معدومة. كيف فعل؟ كيف قال إذن يرفض الحج؟ لذلك ماذا قال الآن الجواب؟ قال الجواب ولا كذلك، جاء الجواب الآن، جاء الجواب ولا كذلك إذا طاف للعمرة أقل من ذلك عند أبي حنيفة رحمه الله. يعني إذا طاف للعمرة أقل من أكثر الأشواط، أقل أشواطها، إيه نعم، لا يقوم الأقل مقام الكل، فلا ينزل الأقل مقام انعدام الكل. فهمنا أحبابنا؟ قال ولا كذلك إذا طاف للعمرة أقل من ذلك عند أبي حنيفة رحمه الله. ليه؟ سيذكر لنا الآن. له لما لسيد أبي حنيفة رحمه الله دليل ماذا؟ له لأنه إيش؟ إذا طاف أقل الأشواط وأدخل عليها إحرام الحج يرفض الحج ولا يرفض العمرة. لما؟ قال وله أن إحرام العمرة قد تأكد بأداء شيء من أعمالها، بأداء شيء ولو شوط واحد، وإحرام الحج لم يتأكد، ورفض غير المتأكد أيسر من رفض المتأكد. هذا الوجه الأول، الدليل الأول. ثم ذكر دليلا آخر، قال ولأن في رفض العمرة والحالة هذه، يعني والحال أنه أتى بأقل أشواط العمرة، والحالة هذه، قال ولأن في رفض العمرة والحالة هذه إبطال العمل، يعني إبطال العمل يعني إبطال الطواف الذي أتى به، يبطل الطواف الذي أتى به. وفي رفض الحج امتناع عنه، يعني امتناع عن الحج، امتناع عن العمل، والامتناع عن الفعل أهون من إبطاله. الامتناع عن الفعل، يعني أعطيك مثال، أنت الآن تريد أن تصلي نافلة، قبل أن تشرع فيها امتنعت عنها، تريد الآن أن، فإذا شرعت بالنافلة ثم أبطلتها وجبت عليك. فالامتناع عن الفعل، هذا المثال للتقريب فقط، الامتناع عن الفعل أيسر من إبطال الفعل. على كل أحبابنا، هنا في هذه المسألة في قوله ولا كذلك، ذكر العلامة البابرتي رحمه الله في شرحه على الهداية أن هناك نسخ متعددة، هناك نسخ، ثلاث نسخ في هذه المسألة هنا ولا كذلك، اختلفت في بعض النسخ الكلام، قال ولا كذلك في بعض النسخ وكذلك بإسقاط كلمة لا من قول المرغناني ولا كذلك، إيه نعم. وفي نسخة ولا كذلك، وهي النسخة المشهورة، إيه نعم. وذكر الشيخ وجهين لتأييد هذا المعنى الذي ذكرته. كذلك في بعض النسخ وكذلك عندهما، يعني عند الصاحبين، في بعض النسخ كذلك، هذا كله ذكره الشيخ البابرتي في شرحه على الهداية. من أحب أن يرجع إليه في هذا الموضع يجد تفصيل للمسألة الشيخ البابرتي رحمه الله. المهم والأحبابنا، فهمنا الآن نحن المراد من قوله ولا كذلك إذا طاف للعمرة، لأنه ظاهر العبارة نفهم منه ولا كذلك إذا طاف للعمرة يعني للعمرة أقل من ذلك، يفهم منه الظاهر أنه إن طاف أقل الأشواط في العمرة يرفض العمرة للحج، وهذا الفهم غير صحيح، هذا الفهم غير صحيح.
واضح الكلام احبابنا ام غير واضح؟ طيب اذا في سؤال لنسال. طيب قال بعد ذلك وعليه دم بالرفض، وعليه دم بالرفض ايهما رفضه، يعني عليه دم ان رفض الحج عند الامام، او وعليه دم كذلك ان رفض العمرة عند الصاحبين. ايا كان المرفوض يلزمه دم، وعليه دم بالرفض ايهما رفضه. ليه؟ قال لان التحلل قبل اوانه، لانه تحلل، يعني لما رفض الحج، لما رفض الحج يكون قد تحلل من الحج قبل اوانه، فيلزمه ماذا؟ الدم. واذا رفض العمرة، يعني ايش رفض العمرة؟ الخروج منها. رفض الحج الخروج منه. فاذا رفض الحج خرج منه يكون قد تحلل قبل اوانه، يلزمه دم. وكذلك ان رفض العمرة يكون قد تحلل قبل اوانه، قبل اوان التحلل، يعني خرج قبل الاتيان بافعال العمرة، كذلك يجب عليه دم. اذا يجب عليه الدم مطلقا، لان تحل لأنه تحلل قبل أوانهم، لتعذر المضي فيه، لتعذر المضي في النسك المرفوض. يعني المسألة الآن أحبابنا متصورة مفروضة بالمكي. قال لأن لتعذر المضي فيه في المرفوض، سواء كان حجا أو عمرة، لأن الجمع بين الحج والعمرة في أشهر الحج غير مشروع في حق الآفاقي المكي، في حق المكي. قال لتعذر المضي فيه، فكان في معنى المحصر، فكان يعني المكي الذي رفض الحج أو المكي الذي رفض العمرة، كان في معنى المحصور، يعني من جهة أنه تعذر عليه المضي في النسك بعد الشروع فيه. والمحصر إذا تعذر عليه المضي ماذا يجب عليه؟ دم الإحصار، دم الإحصار. إيه نعم. وهذا الدم، هذا الدم بالنسبة للمكي الذي رفض العمرة أو رفض الحجة، ماذا يسمى؟ دم عقوبة أو دم جبر، دم جبر لا يأكل منه، بخلاف المتمتع الآفاقي فهو دم شكر، دم شكر. قال إلا أن في رفض العمرة، إذا رفض العمرة قضاءها لا غير، إن رفض العمرة يجب عليه أن يقضي العمرة لا غير. وفي رفض الحج، لو رفض الحج وجب عليه قضاء الحج وعمرة أيضا. إذن الواجب عليه في رفض العمرة العمرة، فإن رفض الحج وجب عليه قضاء الحج وقضاء عمرة. ليه؟ قال لأنه في معنى فائت الحج، لأنه في معنى فائت الحج. وفائت الحج، انتبه، فائت الحج يتحلل بماذا؟ إنسان فاته الوقوف بعرفة، فاته الوقوف بعرفة، هل يمضي بأفعال الحج؟ لا، انتهى. ماذا يفعل؟ يتحلل بأفعال العمرة. ما هي أفعال العمرة؟ يطوف ويسعى ويتحلل. طيب هذا الآن، هذا الآن الذي رفض الحج، رفض الحج، هل يستطيع أن يأتي بأفعال العمرة؟ ما يستطيع أن يأتي بأفعال العمرة. ليه؟ لأنه هو الآن متلبس بعمرة، فكيف يضيف عمرة إلى عمرة؟ هذا غير مشروع، إضافة عمرة إلى عمرة غير مشروع. فالآن خرج من الحج بدون أن يخرج بأفعال العمرة، فوجب عليه قضاء الحج ووجب عليه العمرة التي كان يجب عليه أن يخرج من الحج بها، لأنه الآن هو بمنزلة الفائت. فهمنا أحبابنا لماذا إن رفض الحج وجب عليه قضاء الحج وعمرة؟ هذه العمرة هي العمرة التي وجبت على الفائت أنه يخرج من الحج بأفعال العمرة. هو لا يستطيع الآن أن يأتي بعمرة، لما؟ لأنه هو الآن رفض الحج للاستمرار بالعمرة، ولا يستطيع، لا يصح أن يضيف عمرة إلى عمرة. قال إلا أن في رفض العمرة قضاءها لا غير، وفي رفض الحج قضاؤه، قضاء الحج وعمرة وقضاء عمرة، لأنه في معنى
فائت الحج. واضح الكلام إن شاء الله أحبابنا؟ أي سؤال؟ أي سؤال اسألوا إن شاء الله. قالوا إن مضى. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. سيدي سؤال لو تفضلوا. تفضل تفضل. على قولي مثلا أبي حنيفة رحمة الله عليه سيدي. نعم. إذا هو أدخل إحرام الحج يعني المكي قبل أن يطوف للعمرة. قبل أن يطوف للعمرة. قبل أن بمجرد أحرم فقط ولم يأتي بشيء من أفعالها. نعم. إذا لم يأتي بشيء من أفعالها لم يتأكد الإحرام بعد فيرفض العمرة. تمام سيدي. طيب. جزاكم الله خير. لأن تأكد الإحرام إنما يكون تأكد الإحرام إنما يكون بماذا؟ يكون فقط بالطواف. بالطواف. فإذا تأكد الإحرام بالطواف يرفض غير المتأكد. أما إذا لم يتأكد الإحرام صار عندنا الآن إحرامان، إحرام ضعيف أو إحرام وإحرام أقوى منه، فيقدم الإحرام القوي الذي هو إحرام الحج. جزاكم الله خيرا سيدي. وإياكم. مولانا تفضل تفضل. إذا رفض الحج يعني عليه حجة يعني العام القادم في نفس العام مولانا؟ في نفس العام ما يصح أن يأتي، إذا أتى بالحج في نفس العام يكون متمتعا وهذا مكي، التمتع غير مشروع عنده. يعني لا يجوز يعني؟ ما يصح، ممنوع، ما عندهم. لو أتى بالحج في نفس العام يكون متمتعا، أتى بالعمرة والحج في أشهر الحج ولا تمتع على أهل مكة. بارك الله فيك. قال وإن مضى عليهما، يعني هذا المكي مضى في أفعال العمرة والحج، أي لم يرفض واحدة منهما، أدخل الحج على العمرة ولم يرفضهما وتابع بهما ومضى عليهما وأداهما، ما الحكم؟ أجزأه هذا الفعل. ليه؟ قال لأنه أدى أفعالهما، أفعال الحج والعمرة، لأنه أدى أفعالهما كما التزمهما، غير أنه منهي عنهما، يعني منهي عن الجمع بين إحرام الحج والعمرة. والنهي لا يمنع تحقق الفعل، النهي لا يمنع تحقق الفعل على ما عرفنا من أصلنا، على ما عرفنا من أصلنا. إلى كأنه على ما عرف من أصلنا تحقق الفعل، النهي لا يمنع تحقق الفعل على ما عرف من أصلنا، يعني أراد بذلك والله أعلم أن النهي يقتضي، النهي عن الفعل يقتضي أن الفعل مشروع دون النفي. أما لو نفى الفعل، يقتضي أن نفي الفعل يقتضي أنه غير مشروع. أما النهي عن الفعل يقتضي أنه مشروع، كمن صلى في الأوقات المنهية عنها، ما حكم صلاته؟ صحيحة ولكنها مكروهة، صحيحة ولكنها مكروهة. يعني لو صلى نافلة. قال وإن مضى عليهما أجزأه لأنه أدى أفعالهما كما التزمهما، غير أنه منهي عنهما. والنهي لا يمنع تحقق الفعل على ما عرف من أصلنا. قال وعليه دم لجمعه بينهما لأنه تمكن النقصان في عمله لارتكابه المنهي عنه، وهذا في حق المكي دم جبر، وفي حق الآفاقي دم شكر، يعني دم شكر أنه كان عند الآفاقي متمتعا، كان عند الآفاقي تمتع، أما عند المكي كان غير، لا يكون يسمى متمتعا، وإنما أدخل النقص حيث جمع بين هذين النسكين فكان دم جبر ولم يكن دم
شكر. ثم قال: ومن أحرم بالحج ثم أحرم يوم النحر بحجة أخرى. نقف هنا والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا واقبلنا واحفظنا بأسرار الفاتحة.